البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم، ومعانا ضيف يمكن عندنا اكيد كلنا مهمه وطنيه صحيح مع المنتخب الوطني. كلنا النهارده خلف الفراعنه في المباراه المهمه في ختام تصفيات الامم الافريقيه المقبله، وفوز رائع، وهو ايضا كمان الفوز الاول للمنتخب الوطني على جزر القمر برباعيه نظيفه. هنبدا بقى كلنا نلتف حوالين أبطال أفريقيا أبناء القلعة الحمراء. كتيبة بيتسو موسيماني المدير الفني النهاردة فريق النادي الأهلي في المباراة اللي جاية كمان إن شاء الله، مباراة مهمة جدا جدا مع المريخ السوداني، وتصريحات بدأت من دلوقتي من قبل المريخ، ويعني فيما معناه كده الأهلي هيشوف الكرة السودانية هتظهر في المباراة اللي جاية ديت. دي المباراة كمان اللي احنا الحقيقة هنا كلنا منتظرينها، ومنتظرين نحقق نتيجة إيجابية بعد الفوز الرائع على فيتا كلوب الكونغولي في عقر داره. معانا واحد من الضيوف اللي أنا الحقيقة بعزه جدا على المستوى الشخصي، لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده، كابتن شريف عبد المنعم، اللي احنا دايما بنستمتع بوجوده معانا هنا في البيت الكبير. ترافولتا معايا اتنين من النجوم الكبار. انا بستمتع ان انا اكون موجود معاهم اللي بينوروا الدنيا حبيبي. والحقيقه يعني انا ببقى جاي هاني وسيام بتفتحوا عليا بتخلوني والله العظيم قبل ما اجي حتى بقعد اتفرج عليكم كده بلاقي الحكايه جميله قوي. قاعد يقلدني من شويه. بتنورنا دايما يا كابتن بصراحه في البيت الكبير. بوجودك كابتن كبير وخبرات كبيره، وكمان على المستوى التحليل الفني يعني عندك رؤيه مختلفه شويه، ومن خلال الرؤيه ديت هاخد حضرتك لبعض الملفات الخاصه بمنتخب مصر، وبعديها ان شاء الله نتكلم على النادي الاهلي. بالنسبه لمنتخب مصر برضو حضرتك شفت مباراه، مش هقول لك مباراه جزر القمر ازاي، لكن عايز اقول لك مباراتي كينيا وجزر القمر شفت دوت ازاي من خلال اداء فني، ومن خلال كمان استعاده، هنقول الطبيعي ان مصر تبقى على راس هذه المجموعه، استعاده كمان صداره المجموعه والوصول للكاميرون 22. هو ده الطبيعي اللي انت بتتكلم عنه، ان مصر تبقى هي متصدره المجموعه الحقيقه، حتى لما حصل اخفاق وتعادلنا الماتشين الاولانيين ما كنتش عندنا ادنى شك ان احنا هنبقى نقدر نكسب بره ونكسب جوه، والقاعده الكبيره بتاعه حسام البدري من اللاعبين الحقيقه بتدي له فرص واتاحات كبيره قوي ان هو يشوف ويدي تاكتكس ويتفرج على الشكل الامثل في البطوله الاهم اللي هي تصفيات كاس العالم. فاحنا شفنا أدائين مختلفين من مباراه كينيا ومباراه جزر القمر. مباراه كينيا المفهوم اللي انت كنت بتتكلم عليه في التحليل او الجراه اللي احنا بنتكلم فيها في المباريات، لازم يكون في حاله، مش منتخب مصر بس، اي فرقه بتمثل مصر وطنيا زي الاهلي زي الزمالك زي بيراميدز زي كل مصري، الفرقه اللي هي بتلعب لازم انت النهارده يبقى عندك شكل مختلف. ابتديناه الحقيقه مع موسيماني في مباراة الوداد. هو الضغط على الخصم. ضغط على الخصم يعني بتفقده كل اساليب اللي هو يقدر يأذيك ازاي او السيطرة عليك او يبقى معاك في الجيم او يبقى رايح جاي. ده اللي احنا شفناه في الشوط الاولاني بتاع جزر القمر. ده ما شفناهوش في مباريات محلية افريقية زي بتاعتنا احنا مثلا في حسب الجو في سيمبا. الجو كان مأثر علينا تمام، مش قادرين نضغط على، لما ضغطنا على الخصم كسبنا 3 في المباراة اللي بعدها في فيتا كلاب، لأن الناس كانت بتقول إن فيتا أقوى من سيمبا وهيبقوا مش عاملين لنا تحضير جامد هناك وكلام، إنما المفهوم نفسه يعني وسام إحنا لما بنبقى عايزين بنقدر. ما عملناش كده يا كابتن في كينيا، يعني برضه السؤال اللي بيطرح نفسه ليه ده ما اتعملش في مباراة كينيا، بالعكس بعدها بيومين 3 شفنا صورة رائعة في الشوط الأولاني. من وجهة نظرك الفنية ليه ده ما اتعملش في مباراة كينيا؟ وكان يمكن كابتن حسام كان وفر بعض الانتقادات الكبيرة وبعض الكلام اللي أثير على السوشيال ميديا من ضغوطات بقى على مستوى أداء المنتخب. يعني حسام عمره ما حتى لما هيكسب ويروح تصفية كأس العالم هيفضل برضه ينتقد وتكشيرته وفي كل واحد في الحب ده بتاع، يعني أنا بحب حسام وغيري مش ده شوية يا كابتن بيعرضوا للانتقادات؟ ما فيش انتقادات، هو راجل طول عمره كده، راجل طول عمره الحقيقة يعني اتيتيودو كده تركيزه كده قدامه. وهاني عارف يعني هاني كان بيبقى قاعد مع الراجل في حاجات مش عاجباه في الملعب وفي ظاهر على هاني وظاهر على هاني على الوش وبيبان عليك انك انت في حاجات ازاي ده بيحصل. كواليتي اوف بلاير، نوعيه اللاعب اللي هي موجوده في الملعب،
اللي كانت موجودة يوم كينيا، في ناس ما عندهمش الطبيعة بتاعتهم الاتاكينج الضغط، اللي هم في لعيب يبقى معاك، انا قاعد بتكلم انا وسام وبتكلم مع الاخوة بره، ان في لاعب يبقى في الملعب موجود انت تحس ان هو لعيب كبير قوي، بس مهمته في الماتش بيعمل ايه؟ بيستلم الكوره ويسلم، يستلم الكوره ويسلم، يستلم، مش عايز يعمل اكتر من الدور ده يعني. ان في دور هو مطلوب منه اكتر من كده، مطلوب انه يكون موجود زي انت كنت بتتكلم على عمرو سوليه. عمرو سوليه مطلوب منه انه يكون عند ال 18 على طول. صحيح. عمرو سوليه ادام معاك اثنين ديفندرز بيشتغلوا معاك تحتيك ما تخافش. انا في النادي الاهلي لما يبقى معايا حمدي فتحي وجانك، او معايا جانج او حمدي فتحي، حتى عمرو بيعملها لما بيلعب كمان جنب، يعني بيلعب جنب علي بيظهره كمان قوي. لا انا بتكلم عمرو السوليه بيعملها لما بيكون جنبه دي يانج كمان، مش لازم يبقى اثنين كمان وراه، او حمدي او حمدي يعني. حمدي فتحي كفايه بالظبط. فالحته دي بتبقى مطلوبه منه ان انا احس ان انا عندي رابع عند ال 18 بتاعي. صحيح. الحته دي ما كانتش موجوده في ماتش كينيا، ما كانش عمرو بيبتدي الماتش، كان في ما كان موجود في الملعب لعيبه محدوده الشكل الديفندرز، انما هي الفولوينج بتاع الضغط على الخصم اتنين شبه بعض يعني. كان كده هيفضل حسام بدري سامي يتكلم واقف مذهول، ازاي ده ما بيحصلش ضغط؟ ازاي الناس دي بتستلم كره عليك وتيجي؟ هم عندهم شكل ان ما عندهمش فرصه غير كده، ان هو لازم يكسبوك. صحيح. بيفتحوا خطوطهم، بينطلقوا، بيعملوا سرعاتهم، ده من حقهم. انما انت كمان عندك شكل هجومي خطير جدا، مصطفى محمد حواليه محمد صلاح وتريزيجيه، محتاج اتنين كمان الباكين يقدموا زي محمد هاني والناس دي. محمد هاني هيتأجل بحساب لانه قدامه محمد صلاح. طيب. فاهمين احنا لازم عمق بقى الملعب كمان كان يساعد الشكل ده. تتكلم على الاثنين الديفندر، واحد من حمدي فتحي او طارق حامد، واحد كان يبقى مكمل هذا الشكل، ما تبقاش كل كره بتتقطع رايحه لهم هم على الفرق كده. ده اللي كان مفهوم اللي انت بتكلمني عنه بتاع ماتش كينيا. ماتش جزر القمر لعيبه تلعب جزر القمر، فاكر بقى ان شكل كينيا هيبقى موجود هو مش حاسس بقوة، مش عامل حسابات مصر خالص، السرعات الموجودة، الأسماء، فوجئ بإيه؟ بالتطبيق السهل جدا، إن بقت الأطراف عندنا سريعة جدا، بقى نص الملعب العمق بتاعنا مكمل غذائي، الضغط أكتر، الضغط أكتر لدرجة إن النني بقى موجود عند 18 وبيعدل وبيبعت بليسنج من أحلى الأجوان اللي أنا شفتها الحقيقة. صحيح. ده اللي مطلوب من كل لعيب، إنه يدي اللي عنده، زي ما النني ده راح جاب جون في كاميرون زمان فاكر في الفاينل، كنا نقدر نكسب الفاينل. مين ادى اللي عنده في المنتخب؟ انت حضرتك شفت الماتشين، مين اللي ادى اللي عنده قوي في الماتشين بتوع كينيا وجزر القمر من اللعيب؟ حسيت ان اللعيبه دي الهارموني اللي هو حاطه ده كل لعيب ادى اللي عنده بصراحه جزر القمر، لدرجه انا هديكي مثلا يمكن هاني يفهمني، تريزيجيه هيموت عايز يجيب جون، هيموت يبقى موجود جوه اللعبه، هيموت في الاربع تجوان دي ازاي انا مش موجود؟ فبيدي ده ايه؟ بيدي موجود اكتر، بيدي سرعات اكتر، مع كل اللي عمله ده ادى تحت فرص لمحمد شريف ومحمد صلاح ان هم اللي يجيبوا الجوان. الدنيا اتشغلت كلها بتريزيجيه، وبقت الكره بتتلعب بالعرض سهل قوي لصلاح اللي هو جاي ما حدش مراقبه ونسيوه، بقت الحكايه كلها في الراجل اللي هو بيتحرك، الراجل اللي بيشغل. فده في حد ذاته عندنا احنا ده ميكانيزم، ده شكل، ده ادى. شوف انا جبت لك واحد ما جابش جوان، محمد شريف، ومساله ان قفشه يشوفه ويديله. أيوة. الهرمون اللي هو موجود محليا دلوقتي ودوليا، محليا افريقيا، ظهر مع المنتخب، فظهر في الشكل وظهرت الثقه كمان في التعامل مع الاهداف، ما بيضيع جوان مع النادي الاهلي زي دي كتير، انما هو هنا ثقه حسام البدري في محمد شريف فرقه جديد. اسالي هاني تفرق معانا كتير قوي ما يبقى المدرب حاطط ثقه فينا. بس كان في ادى محمد، ادى مصطفى محمد ما شاء الله المحترف وكمان ده لعيب هايل، وادى محمد شريف. اللعب بره يا سام غير اللعب جوه، وانا عارف لما بنلعب على ارضنا حاجه وبنلعب بره بنبقى حاجه ثانيه، بيبقى قدامنا حاجات كتير قوي. هل الارض، الظروف، السفر، الضغوط، السوشيال ميديا اللي هي سلمانا كلنا. كابتن شريف المفروض الضغوط ديت ما تبقاش على مستوى اللاعبين زي محمد صلاح، بتتكلم على لعيبه كبيره، حتى اللعيبه المحليه بتتكلم على طارق حامد، بتتكلم على يعني محترفين حجازي، بتتكلم على لعيبه كبيره. ليه الناس بدات تقول ان علشان بقى في ضغط على اللعيبه وبقى في ضغط على الجهاز الفني ان هم يحسنوا صورتهم، المنتخب ظهر بشكل 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 كويس، وبعد ما اطمننا يعني بعد المنتخب ما اطمن باربع تجوان في الشوط الاولاني الضغط اتشال، فرجع تاني الاداء مش هو. هل موضوع الضغط ده هو اللي فعلا كان سبب في الطفره او في الشكل الهائل اللي ظهر بيه منتخبنا في الشوط الاولاني؟ بص انت بتلعب الشوط الاولاني وعندك منتخب تاني قاعد بره، عندك لعيبه تانيه قاعده بره على الخط،
كل واحد بفرقه، كل واحد في مكانه وفرقته. دي حقيقه قوام فرقة. يعني لا يتعود ان هو يقعد بره، يعني مش متعود ان هو يقعد احتياطي بره. لعبت بلعيبه من رؤيه الجهاز الفني فيها السرعات المطلوبه، فيها التاكتكس اللي انا عايزه، فيها الشكل اللي يقدر سهل الدنيا على البعض. ده مكسب. انا النهارده كمدير فني لما الاقي هويه او الاقي طريقه مع لعيبه معينه بتنفذها لي، زي الباك ليفت مثلا، جاله باك ليفت اتعور، الباك ليفت الثاني اتعور، فبقينا بنسال على كان في ناس بتسالني بتقول لي هو ايمن اشرف، قلت له ايمن اشرف مين؟ قلت له هتقول ابو الفتوح، ابو الفتوح مين واشرف مين؟ انت بتكلمني على الديفندرز اللي هيفرقوا معايا انا مع منتخب مصر في وجود صلاح ومصطفى وتريزيجيه وقفشه، تكلمني عن دول، دول ما نفذوش، دول ما عملوش. انما ما تجيش تكلمني على واحد فيه غيابات في الديفندر، انا عندي 50 ديفندر في مصر. ده انا عندي اقدر الاعب واحد زي علي جبر لما لعب، خدت بالك قد ايه ما شفتوش؟ لعب وكان 10 على 10 ووقف على حيله وسهل الحكايه. ليه بس؟ عشان كل الناس بتساعده. مظبوط. طارق حامد النهارده كان بيبقى قاعد بره وبيتفرج، انا ليه مش موجود النهارده في اللعب؟ لا هتبقى موجود. كل واحد قاعد بره كابتن، كل واحد بره طبعا في الاربعه اللي دخلوا، بس ده نتيجه التحركات اللي حصلت في الملعب. يبقى لازم نكتسب مباراه جزر القمر في الشوط الاولاني ان هو ده الاسلوب. الاسلوب اللي بنلعب الضغط على الخصم هو ده اللي هيفقد اي مشاكل تحصل لك داخل الملعب. ايه الثغرات اللي موجوده النهارده في صفوف المنتخب الوطني لازم الجهاز الفني يشتغل عليها في الفتره اللي جايه؟ يعني احنا بقالنا ايام كتيره جدا بنردد انه الفتره اللي جايه على المنتخب اصعب من اللي فات. بس انا هقول لك حاجه، لازم مدير فني يثق في نفسه جدا وياخد قراراته ملوش دعوه باي حاجه. هو يشوف ان ده اللي هيفيده، هو شايف ان ده اللي هيلعبه مهما كان الاسم اللي موجود. يعني اقولها لك ازاي؟ يعني ما تبقاش في لعيبه مش قادره تمشي في الملعب وعايزه تلعب، لا على طول خليك سريع، انقذ انقذ الهجوم اللي عليك ده كله. انت واخد قاعده، انت واخد كل لعيبه مصر معاك، واخد كل افضل لعيبه طبعا، افضل لعيبه واخدها معاك. انت شايف ان في لعيب كبر سنا ويلعب تلت ساعه بس، قعده والعب بالولد الصغير. انت شايف ان لازم يبقى في تطعيم في ناحيه ال ناحيه الشمال او ناحيه اليمين او خد قرارات. ما تخليش السوشيال ميديا كابتن حسام بيتاثر بالسوشيال ميديا كابتن؟ مفيش حد فينا ما بيتاثرش. وده صح ولا غلط؟ ما ينفعش انت تبقى بتشوشر عليا حتى انا لو كسبت او خسرت. يعني سابوا الشوط الاولاني ومسكوه في الشوط الثاني امبارح، واحد من اللي عاشوا قالوا لي اديك رجعت ثاني اهو لعدتك. مش رجعت انا، ده لعيب اللي بينزل السيام هو اللي بيأدي لي. كابتن شريف امبارح كان طارق سليمان، كابتن طارق سليمان موجود، ويمكن كابتن طارق يمكن عاشر فتره طويله، يعني كان طبعا. بيقول لك انا لا ما مش من النوع كابتن حسام البدري اللي بيأثر عليه قوي او بيتضغط من موضوع السوشيال ميديا ديت. فحضرتك هنا بتقول لي لا، يعني بشكل او باخر بيتأثر. يعني اي حد هيتأثر ليه؟ لان انا ما بيتابعش. انا النهارده الحمد لله ان انا بكسب. بالك بقى لو انا ما بكسبش، بالك لو انا ما وصلتش او مثلا انا طالع اول مجموعه وكسبت، فدي هتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا في شكل معين ما تعودناش ان منتخب مصر من ايام حسن شحاته وجوهري ان يقوده مدرب مصري، انه ينجح المدرب المصري معاه، ما دي مش مقبوله طول عمرنا. وهاني عارف معاني النجاحات كلها كابتن مدرب مصر، يعني كل النجاحات الكبيره على مستوى منتخب مصر كانت على مستوى وصول كاس عالم كابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحات على مستوى الامم الافريقيه، بتتكلم كلهم يعني مدربين وطنيين. ويمكن كان المدرب الاجنبي في مشوار تاريخ المنتخب المصري يعني نجاحات قليله في فترات يمكن الثمانينات، لكن طبعا كوبر ووصول كاس العالم ده كمان كان نجاح كبير. لكن بنتكلم على اللي جاي يا كابتن، وانت شايف حضرتك الشكل العام للعام بقى للتصفيات، ايه اللي محتاجه الكابتن حسام فنيا يعمله عشان مشوار، حضرتك بتتكلم على مشوار كاس العالم وده يمكن الطموح الاكبر، ايه اللي الكابتن حسام شايفه ان ممكن لا يغير شويه من الطريقه؟ هل يغير من الطريقه علشان يخدم صلاح بيلعب 4-3-3، ولا العلاقه الجيده جدا ما بين محمد صلاح ومحمد شريف اللي ظهرت في مباراه جزر القمر تديله اولويه ان يكون لا ان يبقى فيه او ليا على حساب مثلا مصطفى محمد رغم تألقه؟ شايف الجزئيه دي ازاي يا كابتن؟ انت كلمت يعني في علاقه لغه ازاي وصل صلاح لغايه الجول. بالظبط. سرعه صلاح ازاي استغلها؟
لازم يبقى فيه واحد بيقدر يوصل الكرة وشايفه. انا ما بشوفش غير النني هو اللي شاف صلاح ده من ايام ما تصل كاس العالم منتخب الاولمبياد صحيح هو الوحيد اللي بيبقى ايه بيفكر في صلاح. انا بفكر في امكانيات اللعيبه اللي عندي اللي تكسبني، بفكر في العمق بتاع محمد مصطفى محمد او محمد شريف او وات ايفر اللي هيكون احمد ياسر الناس دي كلها اللي موجوده. هو حسام بدري بيدي الناس كلها وبيخلينا احنا كمان نتفرج على كل لعيبه مصر دوليا ومحليا اهو، دول البارزين عندكم. فزي انت بتتكلم في تاكتكس النهارده هتلعب 4 4 2 ولا 4 3 3 مع نص الملعب هو التيمبو بتاع الفريق الكامل. بس اهم حاجه لازم نعرف ان نص الملعب بتاعك مش بلاي ميكر بس، نص الملعب بتاعك ده هو حائط الصد ان الفرقه الثانيه ما تجيش عليك. لان انت متى تكسب 1 و2 و3 في كل ماتش انت مش عايز غير كده تكسب بس، انما ما تجيش فيه جوال، ما اشوفش الشناوي ده خالص انا. ولو كره اتلعبت تبقى طويله عليا، فلازم ده كله من اول صلاح لاخر واحد يكون هو ده الديفنسر. يعني الديفندنج بتاع الفرقه كلها، شفت صلاح بيجري وبيرجع يدافع، شفت تريزيجيه بيجري بالروح دي، يبقى في روح بتواكب الاداء للمدير الفني. خدت بالك؟ يبقى انا بيعتمد عليا مهريا دفاعيا ودفاعيا وهجوميا، ده بيوفر لي كل حاجه. لازم كل مركز يبقى فيه اثنين عشان انت تبقى كمدير فني مستريح لما يحصل لك اصابه او يحصل لك طرد او يحصل لك اي حاجه بتحصل في المباريات، اي حاجه ما تاثرش فيك. لازم انا كمان ادي اكسكيوز للناس اللعيبه دي كلها، كورونا اللي احنا فيها دي، عدم تجمع المنتخبات دي مع طول ده بيلمهم من انديه، من ده لسه 8 ايام اخر مره، يعني ده احنا بنتلم من انديه. الظروف الافريقيه للنوادي اللي بتروح تلعب فيها، ابو سلاح فرقه جايه من سيمبا ورايحين فيتا كلاب وبعدين رايحين السودان برضو مع كل ده، ولسه كانوا في كينيا وبعدين هنا بيلعب تحت ضغوط نفسيه. كل ده برضو اللاعب المصري اهو ابتدينا شكل الاحتراف يبان. هيبان اكتر امتى؟ لما الاقي 6 7 بيطيروا من عندي بيروحوا تركيا وبيروحوا اوروبا وبيروحوا، اللي هي الحاله اللي انا شايفها ان شاء الله. بالحاله اللي حضرتك شايف عليها دلوقتي منتخبنا الوطني قادر على تجاوز تصفيات كاس العالم؟ يعني تتكلمي مع كيش منافس قوي، يعني ليبيا اتفرجنا عليها كويسه قوي، الجابون بقى فرقه كويسه وعندها نجوم كمان ومحترفين. هي ماخذ الجد من اللعيبه صدقيني ان هم اصحاب الشكل ده، وان شاء الله يطلعوا الاول ويصفوا في المباراه اللي انت وحظك بقى، بس هيبقى مستوى تاني على ما اعتقد اللي هيطلع لك. ده اللي هتكلم مع حضرتك فيه. لسه بتكلم مع طبعا الاستاذ جمال الزهيري ان التصفيات كاس العالم مرتبطه بتصنيفك كمان، انك ممكن توصل اول مجموعه تتعادل الماتش او تتعادل ماتشين وتكسب الباقي، فده يطلعك اول مجموعه، لكن التصنيف هيفرق معاك انك انت بياخدوا افضل 10 طبعا، لكن افضل 5 على مستوى التصنيف هو ده اللي بيكون البوت نمره 1. يعني دي المجموعه الاولى هتلاعب الخمسه الاقل في المستوى. فحضرتك معايا ان لازم مشوار التصفيات يكون الهدف الاول طبعا الوصول طبعا للادوار النهائيه، مع كمان انك تكون في التصنيف اللي يسمح لك تكون مع الخمسه الاوائل، عشان ما تتصدمش بقى بالمغرب والجزائر وتونس والسنغال. يعني المباراه دي بتبقى صعبه يا كابتن، ولا انت شايف الموضوع من وجهه نظرك؟ شايفه زيك تماما، بس هو اول ماتش اللي لازم تاخد فيه الثلاث نقاط، ده اهم حاجه. احنا عندنا 1-6 مع انجولا ان شاء الله، البدايه هنا في القاهره، ده البدايه. الثلاث نقاط دول يفرقوا معاك كتير جدا، هتبتدي بقى تروح في اي فرقه تانية تقدر تكسب زي ما انت بتكسب بره. خلاص المكسب بيجيب مكسب، المكسب خلاص حاجة. انما هيحصل لك مشكله زي تصفيات افريقيا كده وتتعادل والكلام ده غير مسموح. صحيح. وبعدين انت بتكتسب في كل مباراه او بتكتسب في كل شكل او بتكتسب كل وقت خبرات ملعب. صحيح. كسبت ازاي؟ تعادلت ليه؟ ايه اللي حصل في كينيا؟ ما تحصلش تاني ابدا. ايه اللي حصل بين الشوطين؟ الفرق بين الشوطين، انت شفت شوط اول يعني حاجه وشوط تاني حاجه تاني. سيما الارتياح النفسي ده عندنا احنا كلاعيبه، بندي نص اللعب خلاص بينا بنخاف عشان اطمنت في اول 25 دقيقه. يعني انا خايف على رجلي، انا راجل محترف بره 3 4 5 6 في الله، انا راجل اساسي في فرقتي، انا راجل عندي بطوله تانية. لعبوها كده كابتن شريف في الشوط التاني، فكروها كده، مش لعبوها كده بس، يعني لعبوها كده وبيفكروا فيها كده بابسط الامور. شافوا الفرقه اللي قدامها مهلهله، الديفنسر بتاعهم يعني يقدروا يخترقوا في اي وقت ويقدروا يروحوا. وفعلا انت رحت بتاعت 4 كور تاني، طيب كان ممكن تبقى 5 و6 و7، انت كنت تقدري تكسب 6 و7 في اول شوط من
النحرارة ومن الرياكشن بتاع ماتش كينيا وخلاص واخدت الثقه خلاص يعني. اذا عندك البدايات أيوة بتفرق دي بقى كابتن اللي اذا عندك طب عندي دي بره بقى كابتن حسام البدري ايوه طب دي بقى اللعيب بقى هو هنا اللي بيقرره اللي بيعمل ما يديش بقى 90 ما يديش ليه 90 دقيقه كده ما هو ده السؤال دايما وحضرتك عارف ويمكن السؤال بيتكرر كتير بقى دم ليه ما لما بتقدر تكسب 4 و5 و6 و7 و8 ما بتعملش كده بتكتفي بس احنا كسبنا 4 والماتش سهل فالامور بتعدي ليه ده موجود في اللعيب المصري رغم امكانياته رغم خبراته رغم ان اللعيب على مستوى عالي جدا على مستوى احترافي وعلى مستوى مصر ليه ما عندناش اللي هو قادر اكسب 7 مكسب 8 و9 الدوسه الاخيره مش موجوده ليها كابتن الدوسه موجوده بس وصلت لغايه 4 الدوسه موجوده بس في لعيبه نزلت تاني تايم لعبت 20 دقيقه ال 20 دقيقه دول انا ما يعني واحد زي طارق حامد نازل الماتش ده انا عايز منه ايه؟ يعضم لي خط النص شويه ما يحصلش اي رياكشن من الفرقه اللي هي فتحت خطوطها بقى ما خلاص بقى عليا وعلى حد انا مغلوب 4 هتغلب ايه اكتر من كده؟ يحصل ده ما يحصل خلاص هو نزل الراجل ده علشان يحصل تيمبو ايقاع شويه يهدي الكره ويمسكها ويستلمها طب ما ده هياثر عليك في الشكل في الملعب احمد ياسر ريان هيبقى محتاج الامدادات اللي كانت موجوده مع محمد شريف محمد شريف دايس في الملعب وداري بالاثنين اللي جنبه دول قاعد يخبطهم في بعض وبيعرف يهرب منهم ازاي ده واحد جديد لسه بيبصم مع اثنين لسه من الناحيه الثانيه منهم واحد عايز يجيب جول ما جابش جول سيكولوجيه اتغير. الملعب هاني عارف كلنا عارفين وانت بتتفرج تحس ان في حاجه اتغيرت كل واحد عايز يثبت الحكايه ونو تايم مش هقدر اثبت في 10 دقائق مش هقدر اثبت في 20 دقيقه الهارموني بتاع الفرقه كله اتغير كله بقت الانطلاقات بقت الحسابات بقت ايه حسينا ان الفرقه الثانيه فاقت عليا شويه خلاص انا هديت كمان لا 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 احنا لا عايزين يخش فينا جون يعكر مزاجنا ولا ولا يخلينا في وضع مش لطيف ده احنا عملنا يوم حلو خلي اليوم يعدي يعدي ازاي اليوم بباص سليم مفيش ريسك بقى والله عملنا لمحمد صلاح كان بيفضل واقف في الناحيه الثانيه هم اللعب كله ناحيه الشمال يروح قطع لعبه له طويله عرفنا نصاد واحده ونروح نجيب الجون خمس هنسحب كان بها اصطياد بقى بقيت رامي الصناره عايزها انت بقى. اللي بتتحكم فيها انت رامي الصناره مع حسب اللي هيحصل في الملعب جت سمكه اهلا وسهلا ما جتش انا مش محتاجها مش انا اليوم عدى عليا بس ما فيش حاجه مش جعان اصلا بمناسبه ان كل واحد كان في الملعب وأداؤه كان عايز يحرز هدف هل كابتن حسام البدري نقدر نقول انه خلاص جنى ثمار الدفع بمحمد شريف اساسي لا في المنتخب كمهاجم انا نفسي اشوف مصطفى محمد ومحمد شريف الاثنين في الملعب عنده الامكانيات محمد شريف انه يلعب انت دايما راسين حربه كابتن انا احب عمق هجومي انت دايما انا لازم اهدد اللي قدامي اما يبقى في واحد بيلعب لي واحد زي محمد صلاح بيجري الناحيه الثانيه ويخش لجوه محمد هاني يلعب او 3 4 هم اللي هيجيبوا الجول جوه مش لسه هستنى اما يحصل من قفشه امدادات زي الجون بتاع كينيا انت شفت قفشه كان موجود فين كان في 2 3 في اول دقيقه والنحراره دي بعد ما جبنا الجون خلاص ارجع التانيين هجموا عليكي بقى بقيتي واقفه الله هو في الفرقه دي بتلعب كده ليه مش عارفه بقى عايزه تصطادي منهم الكوره وتبتدي الهجمه البطيئه اللي هي مفيش هم كانوا داشنج عليكي متنرفزين ازاي اتخطفنا كده في اول دقيقه المفهوم اللي هم نازلين عليه انت افسدتيه تماما دخل فيك جون فتوانه كله خبط في بعضه ما اعرفش ايه هنجيب جون هنجيب يعني والحكم برده تساهل شويه في شويه حاجات هي الكوره كده طب تفتكر يا كابتن يعني الكابتن حسام من خلال المكاسب اللي كسبها مباراه الجزر والقمر الاثنين من مباراه كينيا الاول طبعا كسب قد ايه الشكل ده لن يكون موجود بعد كده وارتباطه هتكلم على الباكج اللي حضرتك بتتكلم عليه مباراه كينيا ومباراه جزر القمر اتكلم على الايجابيات اللي حضرتك شفتها ان الكابتن حسام لازم يمسك فيها علشان يبقى ادائنا 90 دقيقه بنفس اداء جزر القمر يعني انسف حمامك القديم ايوه يا حسام انسف حمامك القديم اللي هو انا طب ما فصل لنا طيب يا جماعه فصل لنا حمام انا بعت له انسف بعت له قلت له كده ثم مصر ثم أيوة مصر ايوه هنعرف حمامك القديم اللي ثم عندنا ثم انت المسؤول الاول قدام الشعب كله طبيعي طبعا ما عارف اكيد كده كابتن يعني مش على السوشيال ميديا ولا بصحفي على مزاجه ولا بناقد ولا جمهور ولا حد بيحبك ولا بيدرك ده انسف حمامك القديم اشتغل على الشباب اشتغل على الناس اللي عندها سرعات اللي هي تقدر تغير لك الملعب في اي وقت اللي عندهم امكانيات كلهم ما شاء الله انت يعني انت واخد لعيبه عندها
فكره قماشه كبيره حلوه عندكم قماشه عندك انت اللي خلقت الثقه دي للعيبه دي كلها. ما حرمتش واحد ان هو يكون موجود جوه مصر لدرجه مصطفى محمد مش مصطفى محمد بتاع نادي الزمالك اللي راح لعب مصطفى فتحي لدرجه مصطفى فتحي النهارده بيلعب منتخب مصر. صحيح. اذا انت بتدي له ثقه كبيره جدا وبترجعه بعد كله اذا انت فاتح القماشه كلها بعد ما تشوف الدنيا دي كلها وتشوف حاجتك وتعمل برنامجك اللي خد حقه محمود الجوهري الله يرحمه وحسن شحاته. انا لو عليا كان حسن شحاته ده كمل 21 سنه زي مدرب المانيا كده لمنتخب مصر. انا لو عليا بصراحه يعني كان حصد بطوله بس كواليتي اوف بلاير بقى نوعيه اللعيبه اللي بقت موجوده عندك ودخول حصل لنا حاجات في 2010 بقى من بعدها وما اعرفش ومصر عدت في حاجات كتير قوي لدرجه احنا وصلنا للكورونا دي بتعطل اي حد في الدنيا بتعطل اي معطله العالم كله بره لحد دلوقتي يعني مفيش جمهور مفيش اي حاجه. الصناعه بتاعت الرياضه في مصر بتقع شويه بس في العالم كله يعني الانكم حتى مش مساعدك انك انت بالادوات بالحاجات دي كلها. ف يا حسام خد حقك من المرحله الجايه ما عندكش فرصه ثانيه حقك بقى معسكرات توصل تجمعات لدرجه انا سمعت انه بيفكروا يلغوا الدوري الكلام ده واحد قالك احنا هنلغي الدوري بقى مفيش بقى الكلام ده واحد قالك يبقى احنا هنلغي يعني ما كل واحد لغايه الدوري مش زي زمان يا كابتن دلوقتي عندنا رعاه وعندنا سبونسر وعندنا فلوس والكلام ده ايام ده كابتن محمود الجوهري انا استغربت ما كانش فيه الكلام ده دلوقتي يعني مستحيل يعني ايه تطلع تقول انا عايز الغي الدوري مستحيل. انا مش فاهمك يعني انت بتخطط محمود الجوهري عملها زمان ومش عارف ايه زمان يا كابتن في فرق كبير قوي في الوقت ده احنا لا كان عندنا كوره زمان وكنا مش محترفين صحيح وكنا عود الهاني الوحيد اللي كان محترف فينا على ما اعتقد مش كده انا كنت يعني هو طلع على المانيا وراح وتوفى. طب عشان دلوقتي يعني بنتكلم دلوقتي في اقل من ربع ساعه تقريبا عايزين نتكلم شويه عن الاهلي ومباراته المرتقبه مع المريخ ودايما هو صحيح اخر المجموعه بعد اربع جولات عنده نقطه وحيده ولكن برضو النهارده يعني ما نغفلش انه اي فريق بيلعب امام الاهلي سواء محليا او قاريا بيلعب كورة عايز يظهر بشكل قدام الأهلي والنهاردة في تصريحات بدأت يمكن مبكرا من سيف تيري مهاجم المنتخب السوداني وبيلعب في المريخ أكيد بيتكلم النهاردة لا تصريحاته النهاردة نارية وفيها حد كمان لا الكورة السودانية هتظهر على حقيقتها قدام الأهلي هتشوفوا كورة قدام النادي الأهلي عندنا هنا في آخر ربع ساعة في لا ممكن الوضع ده يختلف على لا أرضهم يا كابتن لا. شريف ممكن الوضع يختلف بما أنك هتلعب على أرضهم وفي أجواء غير أجواءك وتصريحات بالشكل ده بتعمل إيه في النادي الأهلي التصريحات دي والله انت لعبتي معاك اللعيبه دي عندها خبره معاهم قبل كده وعارفين ايه نقاط القوه فيهم وايه نقاط الضعف عندهم اطوال كبار جدا عندهم سرعات عندهم حاله انت هنا في مصر يعني استخلصتي الدفاعات بتاعتهم قدرتي تخترقي وتقدري تعملي مكان لنفسك يمكن انت لما في فرقه بتلعب فرقه وتهجم عليك وبعدين فرقه تلاقيكي قويه جدا اطرافك هايله اللعيبه كلها عندك بتروح على الجو كل شويه غير موفقه اول هاف تايم انما راحت ست سبع مرات كان ممكن تجيب سته فبتحصل للفرقه الثانيه هبوط نسبي يتصرفوا في الكوره يهربوا عايزين نتعادل بقى من الماتش ده ونخلص عايزين راجل حكم يصفر انما هم عند اخر ربع ساعه هنا فجوكي وعدوا من ناحيه الشمال وعملوا عرضيات والشناوي طلع واحده واثنين يعني حق ومشروع ليهم هناك ان هم يأدوا الاداء ده قدام جمهورهم طبعا انت بقى المقابل بالنسبه لك انت نفس الشكل اللي بتعمليه اوعي تستني رد فعل في الماتش لازم تبقي انت المبادره نعمل اللي عملناه لازم نعمل في كل الفرق في فيه كلاب احنا يعني اكننا رايحين محتاجين الثلاث نقاط دول صحيح بدلي يعني لازم ناخدهم مش هنقدر ما ناخدهمش هو ده التفكير اللعيبه دي كلها عارفه ان هو بتاع الماتش شكله ايه وازاي نخلص هدفه الثاني خلاص بقينا كده في الجيم الطبيعي لازم تجيب انت هدف انما هيخش فيكي هدف والدنيا هتبقى وانت عارفه هناك يمكن يكون في بعض الجماهير قليله او حاجه زي كده هناك الحكايه بالنسبه لهم مش طف يعني يعني مباريات السودان بيفرحوا والدنيا بتبقى فرح يعني انا لعبت هناك وعارف الاجواء جميله جدا يعني خدي بالك يعني وناس طيبين جدا ومحترمين جدا وكراتهم فيها قوه يعني مش وعندهم روح في الملعب بيحبوا الكوره وبيحبوا ينجحوا وبيحبوا فده شيء مشروع هيبقى لهم فانت هتقابلي فرقه الحقيقه انا والله العظيم تلاته مستغرب شكلهم في الجدول يمكن احنا اتكلمنا على بعض
شكل الدفاع بتاعهم هنا ما كانش هي مفاجاه كمان. انت عايز تضمن الصداره كمان يا كابتن، في فرق بين ان انت ضمنت التاهل وان انت لسه ما ضمنتش الصداره، صداره المجموعه دي بحد ذاتها ده يا علو موسيماني فعلا، ده اقل كلمه مثلا قال خدت بالك اللعيبه حاسه بيها. يعني انا بتمنى بس ان اللعيبه يومها يبقوا على مستوى بدني كويس جدا ويلعبوا الكره العاديه بتاعتهم. تفتكر كابتن وليد سليمان هيكون له دور في المباراه ديت ولا مستر موسيماني هيشوف ان وليد لسه يعني وليد خلاص يمكن بقى له دلوقتي اسبوعين بيتمرن مع الفرقه، لعب مش هقول ماتشين لكن تراي ماتش كده مع النادي الاهلي امام فريق الشباب، تفتكر ان وليد سليمان هيكون ليه دور؟ اكيد طبعا مش هيبدا المباراه لكن ممكن يكون ليه دور ودور مهم جدا في المباراه خلال سيناريو المباراه، هيكون ليه جزء موسيماني هيفكر فيه ولا لسه هنقول لا نحافظ عليه شويه؟ هو بيبقى صعب عليا لما براجع من اصابه، انا العب بره يعني ابتدي بره يعني او ابتدي المباراه بره خارج مصر يعني وتعتمد عليا، انما انا من حقي ان انا لو ان شاء الله كان في فوز كويس او وجود ان انا اشوف الموهبه دي. الموهبه دي محتاجه دعم نفسي كمان، ان هو اللعب في الماتشات الرسميه غير اللعب في الماتشات الوديه خالص. الضغط في الماتش الرسمي عندنا احنا السبرنت هنا محسوب، السبرنت هناك انا ممكن اعمله كده فور فان بجرب رجلي، هناك لا الباصه محسوبه، الشوطه محسوبه، الوقت محسوب عليا، الشكل اللي انا رجعت ازاي، تقييمي في المباراه الرسميه بيبقى حاجه تانية خالص. فنتمنى طبعا ان احنا نشوفه مع الفرقه الاول، ثانيا لو كان في فرصه ان هو يقدر وينزل يفاجئنا دايما، لان هو بيحب يجيب جوال يعني هو من اللعيبه اللي عنده ما بيحتاجش وقت يا كابتن ان هو ياخد يخش المباراه يعني تنزله 10 دقائق ربع ساعه اخر المباراه بتحس بتاثيره الايجابي جوه. اسلوب لعبه يعني صحيح. اسلوب لعبه بيجيب جوال، اسلوب لعبه على الجول، اسلوب لعبه بيفكر على طول بين التلات خشبات صحيح. الناس بتستغرب ازاي هو على طول بيبقى لا انا ما ببقى بدني كويس قوي بالنسبه لوليد او لاي حد مصاب حاجه زي كده عنده النوعيه دي عنده التعامل ده، فطبعا احنا نتمنى ان هو يكون موجود. بتستمتع بيه في الملعب؟ كلنا بنستمتع بلمسته للكوره، لمسه الكوره مع اتنين كمان ثلاثه فايقين، محمد شريف جاي له طيب. هيروح مودي على الجول، هيعمل 1 2 هيموه ويروح شايط، بيضرب عامل ضربات ثابته كويس قوي، عنده حلول ليكي في اي وقت، ويا سلام لو جاله معلول كمان هتبقى الحكايه تكمل تكمل. الحكايه بقى نبقى احنا قاعدين قبل ما نكمل كلامنا عن باقي لاعبتنا، وانا عارفه ان انت ليك كلام كتير عن ديانج، انتوا كلاعيبه بالنسبه لكم ديانج لاعب كوره مكتمل يعني متكامل. احنا كلاعيبه كوره بنتمنى قبل ما تطلعي ان الفرقه كلها تبقى ديانج، بيجري وبيشوط ومراوغ وكل حاجه تلاقيها في ديانج. احنا نحب النوعيه دي من اللاعيبه. عايز اسال في نفس المجموعه، سيمبا على موعد مع فيتا كلوب على ارض ملعب فيتا كلوب، ممكن يتعثر سيمبا على ارض سيمبا، ممكن يتعثر سيمبا سيمبا يتعثر، ممكن يتعثر امام فيتا فممكن تلحق بالصداره. تفرق يعني على الصداره يعني على صداره المجموعه يعني ان شاء الله احنا لو كسبنا المريخ ان شاء الله ونكسب سيمبا احنا اول مجموعه، بس لازم تكسب اتنين يعني هو في طبعا بتبقى نفس النقاط المواجهات المباشره تفرق، ان شاء الله نكسب المريخ باذن الله، ولو سيمبا كسب بيتا كلوب محتاج تكسب سيمبا بفارق هدفين لانك انت مغلوب 1-0 بره ارضك يعني، فدي هتفرق النتيجه هتفرق على مستوى ان شاء الله صداره المجموعه يعني باذن الله باذن الله تتحقق لنا القصه دي. يحصل ده؟ يحصل يعني انا شايف فيتا كلوب فرقه كويسه الحقيقه، احنا اللي كنا كويسين قوي يوم ما كنا هناك عندهم في الارض بتاعتهم يعني، احنا اللي عملنا اسلوب ازاي السويتشات ازاي نروح على الجول من الشادو يعني يبقى انا عيني على محمد شريف والاقي قفشه هو اللي رايح على الجول، الحركه التبادليه دي التحرريه اللي هي بتبقى من اللعيب نفسه، اعتقد انا ممكن كمدير فني انوه عنها، ممكن تتحرك يمين تتحرك شمال، قفشه انت تروح مش عارف ناحيه اليمين شويه لو قرب، انما مش قفشه انت خد الكوره ورقص الولد وشوط في الجول وتيجي في العارضه وتخش الناحيه الثانيه، ده قفشه بقى، ده اللعيبه، ده اللي انت طالباه دلوقتي من اللعيب كله بمجهوده بتركيزه بشكله داخل الملعب، هو اللي بيحقق لنفسه، اولا بيحقق لنفسه ان انت محترف دلوقتي، انت محترف في النادي الاهلي، محترف في القلعه الحمراء اللي انت القلعه الحمراء دي اللي انت شايفها دلوقتي في 3 بطولات فاتت وقدامك بطولتين كمان لسه ما تلعبوش وما زلت بتلعب في العاشره باذن الله ان شاء الله. فهو دلوقتي اللاعب حاسس ان هو في انهي مسؤوليه وفي انهي وضع، فليه ما يحصلش انت بتقولي ده؟ انا حاسس ان على الاقل فيتا كلوب يمكن يحقق التعادل مع
مع سيمبا هناك لو ما تأثرش بالأكسجين إلا قلة الأكسجين والحاجات دي كده. مستر موسيماني اتكلم في النقطة ديت بشكل غير مباشر لما اتسأل، قال لهم أنا عندي مباراة المريخ دي أولا مباراة صعبة وعندي فيها ثلاث أهداف، نمرة واحد لازم أكسب بغض النظر لأنه مش عايز بص لمباراة فيتا كلاب مع سيمبا، مش هيبص لها، لازم أكسب علشان ديت الخطوة اللي هتخليني إن شاء الله أكسب سيمبا وأكون هو متصدر. النقطة الثانية أو الهدف الثالث اللي اتكلم عليه موسيماني وحضرتك برضو أكيد ليك وجهة نظر، إن بيقول لك هتبقى رسالة كمان لما نطلع لدور الثمانية، رسالة للفرق الثانية إن النادي الأهلي قادر على الفوز خارج أرضه، وده مهم جدا إنك تبعت رسالة للفرق اللي جاية إن النادي الأهلي لا قادر إن أنت تكسب بره أرضك، لأن مش عايزين يتاخد انطباع إن النادي الأهلي بره أرضه لا ما بيكسبش، بيلعب على التعادل، وبالتالي ممكن تأثر شوية على معنويات الفرق التانية في دور الثمانية. فده رأي حضرتك إيه في النقطة اللي اتكلم عليها موسيماني بالتحديد الفوز خارج الأرض؟ هاخد من كلامك ومن كلام موسيماني رسالة بأدائي أولا وبنتيجة ثانيا، ده اللي احنا بناخده في كل مباراة، حتى في الدوري المصري يقول لك احنا عايزين أداء وفوز، صحيح، ولما ما عرفناش أداء نفوز، لكن ايه الرسالة اللي احنا بنقدمها؟ الضغط على الفرق دي كلها، بنوري له ان النادي الاهلي فريق لا يخترق، شخصيتي ان انا بضغط على الخصم عندي اسلبه كل مفاتيحه لأهب. ان هو يقدر يهددني. فهو ده الرسالة اللي هو بيتكلم عنها، اللي هي أداء اللعيبة بضغطها على الفرق اللي بتلعبها، اللي كانت مريخ او سيمبا أيا كان ده اسلوبي، وده الاسلوب اللي بينجح دايما. بيلعب بقى 4-2-3-1، بيلعب 4-4-2، 4-1-4-5، اللعيبه بتشكل دلوقتي وبتدور الحكايه دي كلها. صحيح. كل ده انا بشوفه في المباراه خلال 90 دقيقه وحسب ظروف المباراه. ما كناش بنكسب اول تايم، بقينا بنكسب دلوقتي بره خارج ارضنا باول تايم، وبنحقق نتيجه كبيره. فالمفهوم خلاص ادام الرساله اللي بيتكلم عليها موسيماني، عايزين بقى ندوس على دي كمان، هي دي اللي هو ادام فكر فيها وشافها الحقيقه لازم يمسك فيها ولازم يثبتها ولازم يحققها. وده الكلام مع اللعيبه على طول. انا بشوف من اول الشناوي ورا وتعليماته للبيت الفرقه كلها الناس بتسمع. صحيح. في فرق ان عندك لعيبه بتسمع وفي لعيبه ما بتسمعش. اللي بيسمع هينفذ يا كابتن. في لعيبه بتشدك وبتشد الفرقه وبتشد الدنيا كلها. حتى لو انت وفي لعيب بيعتمد على لعيب يقول لك ايه شيلني او طب ما تروح انت تجيب الكرة دي، طب لا في لعيب بقى يلاقيك بتروح كده، روح هو جاي عامل سويتش جاي واخد مكانك عشان ما يحصلش اي دامج. بنشيل بعض بمعنى بنشيل صحيح. بعض في الملعب 24 ايراد صحيح لغايه لما بنكسب، لان لما بنكسب كلنا بنروح نبوس بعض صحيح، كلنا بنقول لفلان برافو، لما بنتضايق بنتنرفز على بعض او بيحصل لنا اي حاجه طبيعي احنا مش عايزين ده مضغوط، وانت بعيد عن الحاجات دي وانت ربنا مدي لك فنيات وفرديات المفروض اعلى بكتير قوي من ناس كتير، يعني استخدمها بقى صح ان شاء الله باذن الله. مستوى التشكيل تتوقع لنا التشكيله بالرغم ان في عمليه اجهاد، هل موسيماني هيبقى عنده الحسابات ديت ضغوط المباريات بالنسبه للعيبه الدوليه؟ انت عارف عندنا لعيبه دوليه على مستوى منتخب اولمبي على مستوى المنتخب الاول، هل هيبقى في حسابات اللياقه البدنيه والجهد البدني اللي بذله لعيبه المنتخب او اللعيبه الدوليه اللي راجعه للنادي الاهلي هتخش في حسابات موسيماني، ولا هياخد المباراه وكانها يعني اللعيبه تشتغل ك لعيبه فريش يعني ما عندوش مشكله في الجزئيه ديت؟ بص انا كمدير فني مثلا يعني ببقى عايز الاجهز تمام بدنيا الاول السليم اللي ما فيهوش اي حاجه، هو ده اللي انا ببني عليه كل معطيات المباراه. يعني في لعيبه لما بشوفها في الملعب بتدي بقيه اللعيبه اللي حواليها ثقه، يعني لو لقيت ايمن اشرف ده موجود في الملعب الحقيقه بيديني للخط اللي قدامه والخط اللي جنبه ثقه كبيره، بثق فيه في ادائه في المباراه. علي معلول نفس الشيء، أفشا بنون، طاهر محمد طاهر بيبقى برضو شخصية لما بلاقيها محمد بدني. شريف كمان كابتن محمد شريف ده لازم يبقى خلاص حجز مكانه خلاص، مش حجز بس لازم يبقى موجود عشان أكمل، مش عايزين بقى نعمل الستوب الروتيشن تريحه يعني ما قدرتش اريحه، عايز اكمل له الثقه اللي هو موجود فيها، عايز استغله، عايز اشوف كمان يكمل. هو كان فعلا محتاج الحته دي، خلاص نكملها له باذن الله يعني صحيح. ويبقى جنبه كمان تكمله من اللي حواليه ونشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي، وبقى في علاقه جميله قوي بين قفشه ومحمد شريف كمان بنستغلها قوي، بقى في تفاهم، بقى في ثقه في المواهب اللي قدامي، ثقه نص ملعبي في الخط الهجوم بتاعي، امكانياته ازاي اديله كوره، ازاي واحد زي اجاييه مثلا اجاييه ما بيستلم الكوره ازاي انا اعمل مساحتين قدامه يختار منهم
ما ينفعش انا على طول اسيبه تحت ضغط ويستلم بظهره للجون ومفيش مساعدات. هي دي الحاجات اللي بتفرق اللعيبه مع بعض. الجهاز الفني هيقف على احسن ناس لياقتهم موجوده سلام ويخلص الجيم. بعد كده عنده فرقه قاعده بره. كلمتني على رويس سليمان، كلمتني عن اي حد راجع من الاصابات، كلمتني على في صلاح محسن وفي لا في كلمتي على ديانج وكلمتي على عمدي فتحي وبنتكلم على فرق كلها ما شاء الله. يعني كل ما يبقى عندي 2 3 كل ما عندك 2 3 في الفرقه دي حاجه محمود وحيد تبشرك بالخير. انما ما هو انا ما اعرفش عنه اي حاجه لحد دلوقتي هو علي معلول، انا ما اعرفش طبعا لسه عنده يعني لسه وقت شويه، لكن ايمن اشرف ان شاء الله باذن الله يكون جاهز للمباراه باذن الله، بيقوم بدور اكتر من رائع. كمان عمرو السولية في مباراه منتخب مصر كقائد وكروح وكاداء وبطلب منه اكتر كمان عنده اكتر وعمر ما شاء الله في التوب فورم بتاعته لما يتواجد يسيب نفسه بالظبط يروح يشوط الاداء الهجومي حضرتك بتتكلم عنه يسلم عنده رؤيه ازاي يطلع الاطراف لما بيبقى عند ال 18 وعنده مفاجات وتصويبات كويسه جدا. صحيح. عايز اشوفه كده على طول يعني بجد، يعني انا لعيب يقدر يدي مساحه لنفسه مزبوط. اكبر من الاداء اللي بيبقى موجود في الملعب. شرفتنا يا كابتن شريف، دايما ببقى مبسوط معاكم. دي حقيقة. نورتنا يا كابتن، شرفتنا ونورتنا دايما. مش عليا. لا 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 ازاي. نورتنا يا كابتن. شكرا جزيلا. مشاهدينا احنا بنشكركم، ودلوقتي معاد فقرتنا فقره خط احمر في البيت الكبير مع زمايلنا محمد فارس واحمد اسامه. احمد ومحمد مساء الفل، عاملين ايه؟ مساء الخير يا كابتن هاني. انا ليا معاكم تقرير النهارده. كابتن شريف معانا برضو النهارده في تقرير مهم وتاريخي نتمنى تتفرجوا عليه وتتابعونا فيه. كنتم متالقين كالعاده، ونتمنى ان شاء الله جمهورنا يتابعنا النهارده لان عندنا حاجات كتيره في سله النادي الاهلي. يعني ان شاء الله مميزين دايما بالتوفيق. مميزين دايما بالتوفيق. شكرا كابتن هاني، شكرا سام، شكرا كابتن شريف. انت هتكمل معانا بس بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في حلقه بعد الفاصل، حلقه مميزه ان شاء الله من الاهلي خط احمر.